هيئة بشر كل البشر عارفينه، باع الشرف قتل الحلم باع العمر وسنينه، ايده عم يزرع أسى وصعب غدر حنينه، وبكل اصبع لبس خاتم كل الخواتم بايده، شيطان ع هيئة بشر. قال الرب كلمته، ما في شيطان ولا بشر بيتعانوا فوق حكمته، حكم القبر قال الرب كلمته، ما في شيطان ولا بشر بيتعانوا فوق حكمته، فراشات ملونة ضاعت بعتم الليل، ما أخدت معها من الحلم إلا الأسى والويل، فراشات ملونة ضاعت بعتم الليل الليل، ما أخدت معها من الحلم إلا الأسى والويل، حتى القناع منه اختفى ضيع معه حنينه، شيطان ع هيئة بشر. بتحبيني؟ كتير. شو بك يا ربا؟ شو صار لك؟ وليد انت استغليت اللحظة مثل ما بدك ولصالحك. لك شو استغليت واستغليت؟ ليش انا شو عملت؟ شفتك هيك عم تحكي ومتأسرة وحبيت اني بوسك وعملت اللي حاسه. وليد انا خلص وليد خلص. مثل ما بدك، بس لا تنسي انه انت اللي جبتيني لهون من الصبح. ها بس المفروض منك ما تستغل مشاعري. مو استغلال، بس لما الشاب بيشوف حبيبته هيك واقفه قدامه عم تحكي هالكلام الحلو صعب كثير ما يقرب عليها ولو. وليد انا ماني مثل باقي البنات اللي بتعرفهم. صح انت مالك مثلهم، انت بتحبيني الي لشخصي مو مشان سيارتي ومصاريي، مشان هيك أنا بدي نتقرب من بعض أكثر، بس يعني مو بطريقة الحب الصوفي اللي عم تحكي فيها. وشو الطريقة اللي بتناسبك؟ والله أنا شاب وإلي حاجات ومشاعر. شو قصدك؟ يعني فكري فيها شوي، شو هالتناقض؟ بدك يعني أمشي معك وحبك وممنوع إني أمسك إيدك أو بوسك؟ بصير هيك؟ طيب بيهون عليك أمشي معك بالنهار وأطلع بالليل فارغ حاجاتي مع بنت تانية؟ وليد شو هالحكي؟ هي هي الحقيقة. شو عمري 5 سنين لحتى ما تفهمي علي؟ وليد أنا من عيلة متحفظة، حتى إذا كان الكلام اللي عم تقوله صح أنا ما فيني أعمل هيك. ليش أنا شو عم بطلب يا عمري؟ كل اللي بدي إياه إنه هيك تعبري لي عن مشاعرك بطريقة أوضح من الحكي. خلص ربا انسي الموضوع، اطلعي لوصلك. اطلعي.
يوم الصبح شفت سمير وعزمني لعند رفيقه سعيد على الغد. قلت لحالي بتروحي معنا، منه بتتعرفي على سعيد ومنه بتنزلي وليد. فشو رأيك؟ أنا مو جاي عبالي روح لحالي. فيكي شي حبيبي؟ فيكي شي؟ لا علي شوفي. مالك منيحة، عقلك ماله معي. لا بس حاسة حالي بدي قرر. يلا امشي نروح نشرب زورات. أنا متضايقة شوي. بتعرفي؟ أحسن شي روح البيت. يلا امشي بوصلك امشي. لا ما في داعي ندوش. يلا بشوفك. مثل ما بدك. ديري بالك على حالك. هي كل المواصفات، بترسها انت على كيفك وشوف شو بدك. ماشي. رح روح على المستودع امور حوي. لا لا ناطر خليل. خليل ما غيره؟ شو بده؟ عنده برج سكني بدنا نشاركه فيه. ايه وشو الصفقة؟ هلا المشكلة عنا انه الارض ما فيها رخصة. ما فيها رخصة. ابو مدحت كابسينو وكابسينو. خلص اتكل على الله شوفه اليوم. خلص انا بخبرك، يلا باي. الله معك يا وائل، الله معك. مزبوط، وليد حواليه بنات كتار. لو نيته سيئة تجاهي ما كان بيجي لعندي وانا رفيقتهم من زمان. كان بيروح لعند غيري. معناها هو عن جد بيحبني. منجذب لي إلي بالذات. حابب نبني علاقة سوا. اوف شبك رباب، لوين بدك توصلي؟ أنا بحبه كتير. ما رح أتحمل شوفه عم يتزوج وحدة تانية غيري بس لأنه هي رح تعرف تساير وتكسبه وأنا لا. هاي فرصتي، يا بخسره يا بكسبه طول العمر. لمسة إيد ولا بوسة أو ضمة ما رح يعملوا شي. أنا قوية، أنا قوية وبقدر سيطر على الوضع. أنسة ناريمان معي؟ أيوه. أنا وليد اللي وصلتك امبارح، تذكرتيني؟ تذكرتك. أهلين كيفك؟ أولت امبارح كنت منيح، بس امبارح لما شفتك ما بعرف شو صار لي. لا لا سلامتك لخير. شو في؟ يعني أنا كنت منيح وماشي حالي، فتي أنت هيك على حياتي، خربطتيني فوقاني تحتاني. ما كنت بعرف إنه في هيك جمال بالدنيا. والله؟ وشو كمان؟ أول مرة شفتك فيها عند بابا قلت يا رب ارجع شوفك مرة تانية، قام سبحان الله الله استجب لي. معقول الحلو شوفه مرتين بيوم واحد؟ كأنك جريء زيادة عن اللزوم مو هيك؟ لا لا هي مو جرأة زايدة، أنت الحلوة زيادة اللي بتخلي الكلام يطلع من القلب غصب عني. وليد أنت قديش عمرك؟ عمري؟ أنا عمري يوم واحد، امبارح لما شفتك خلقت. إيه بس أنا عمري 30 سنة. قولي على طولي، صار لك بهالكون 30 سنة ولهلأ لشفتك؟ تحكي حلو وشاب مهضوم وجنتل. بس المشكلة فيي أنا. فياريت ما تتعب مواهبك معي أنا وتشوف لك هيك شي بنوتة بعمرك تقول لها هذا الحكي الحلو. بس أنا يا خسارة ما بيهمني اسمه. حرام هالكلام الحلو ما ينقال لبنت مثلك، فشروا كل بنات الدنيا قدامك. تعرف؟ يعني هو صحيح هذا الحكي قديم بس هاد أحلى غزل بسمعه بحياتي. ميرسي وليد على التوصيلة. Good chance. باي. أهلين ربا. أي منقدر نحكي ليش لا؟ أنت وين؟ اوكي يلا يلا جاي
مرحبا استاذ حاتم. الرصيد اللي طلبته صار بحساب السيد كميل. من الاربع اسماء المطلوبه. انا اعطيتهم لنيبال وهي عملت التحويل. حاضر استاذ. بخدمتك. شو قلتي؟ بنروح بعد محاضرتك؟ ما بعرف سمير. شو بكي نادية؟ شو مو مأمنة تروحي معي على بيته لسعيد؟ مو هيك، أنا متضايقة اليوم قبل ما أجي على الجامعة. ما قلت لي؟ أبو لسعيد شمله العفو، بهاليومين ثلاثة رح يطلع من السجن وبده يسكن عنده بالبيت، هيك بده يصير متلبك فيه وما عاد نقدر نروح نزوره. أوف، طلعت أبوه من السجن كتير شي منيح. بس كيف بده يتعامل معه؟ يعني أنا مكانه ما بقدر أطلع بوجهه. كل شيء إلا قتل الروح. يا لطيف يا سمير، فتخيل يسكن عندي بالبيت. ليش قلتك سهلة علي القصة؟ الله يعينه. شو قلتي مشان العزيمة؟ ما بعرف، شخص ما في بيني وبينه معرفة، يعني حاسته عازمني مجاملة. نادية صدقيني، سعيد ما عنده قصص المجاملات، لو ما بده يانا ما كان عزمنا من الأساس. طيب تفضلي. والمليون اللي بيزيد وزعوا على المحتاجين بمعرفتك. الله معك. عفوا على المقاطعة، تفضل كفي. سيد حاتم، أنا قصدتك اليوم لأنك رجل أعمال ناجح وأعمالك كثيرة ما شاء الله. وأنا سبق خبرتك المرة الماضية إني عارض بنايتي يلي على العظم للبيع. لأنه نحن واقعين بأزمة مالية حادة وما فينا نكمل. الله يفرج علينا كلنا يا رب. فقلت لحالي إذا بتشتري مني البناء هيك على وضعه وإنت بتكمله وبتستفاد منه. فكرت بس لساتني منون. شوف لقلك، إذا شايف رقم 60 مليون كتير مو مشكلة، بتفاوض أنا وياك للرقم اللي بيرضيني وبيرضيك. والله ما بعرف شو بدي قلك، بس يمكن الرقم اللي ببالي ما بيناسبك. قلي لشوف، شو الرقم؟ 18 مليون. 18 مليون؟ مستحيل. والله وأنا هذا رأيي، 15 كتير. سيد حاتم، عم بعطيك بناء من 10 طوابق وكل طابق شقتين. كل طابق شقتين يعني 10 × 2 20، يعني 20 عيلة. كل عيلة وسطيا 3 أشخاص، يعني 60 شخص. لك لحنا العرب تخيل وصلنا لهالوقت ولهلا ما عندنا شيء اسمه تنظيم أسرة. سيد حاتم ما عم بفهم عليك، شو قصدك؟ وصلني طرطيش حكي بتقول انه البناء ما اكتمل بسبب نقص العمله، ما اكتمل لانه غير مطابق للمواصفات الفنيه، يعني مغشوش. وهذا الحكي خطير، خطير كثير يا سيد خليل. ابدا، والله العظيم الحكي مو مزبوط. لا تحلف وتتحلفا، هدول 60 روح والارواح عند ملائكه. شو قلت؟ ايه بس انا بس وتعمل لي بقى. البناء اذا اكتمل وهو على وضعه رح يهبط، واذا هبط حيكون في ضحايا وبشر. فشو رأيك؟ بشو؟ مناح ال 15 مليون، اتكلنا على الله، نقرأ الفاتحة. مبروك سيد خليل. الأستاذ جبران رح يبلش يعطيك دروس تعليمية إلها علاقة بالإتيكيت، بدي إياكي تفتحي مخك وتركزي منيح. بالإذن أستاذ جبران، أنا عندي شغل ضروري. الله معك. لا تنسي بتركزي وبتفتحي مخك منيح. بالإذن. سوزي، لا تلفتي حواليك، عم بحكي معك. تعالي جنبي يلا. اسمعيني منيح يا بنت، فتحي لي مخك على الآخر، فتحي لي أدنيكي لكل كلمة بدي قلك إياها. بدي إياكي تكوني مثلي، فتحة عيونك على الآخر. حاضر. قومي جيبي لي كاسة مي.
هي نادية عم تتصل. قلت لها اني مريضة، يمكن عم تقدر تطمن علي. ايه اصحك تردي عليها، لا تردي عليها بنوم. بدي نسيك الدنيا كلها وانت معي. شو بكي؟ مرة ثانية لا تحاولي ولا تهويلي. الشوكة بتنحط على شمال الصحن، حطيها على شمال الصحن. يلا ايدك الشمال هون هون، تمام. هلا مدي ايديك وسنوليون. يلا على على مهلك. والله العظيم جوعانة كثير، خليني اكل بايدي. بالشوكة والسكينة مثل ما قلت لك. جيبي الشوكة هيك تمسكية. ايوه تمام. السكينة وينها؟ ايوه. بدك شو هلا؟ شو بدك تاكلي؟ بطاطا. بطاطا على مهلك. شوي شوي. والله العظيم جوعانة، خليني اكل. جوعانة شوي شوي بتاكلي. مثل ما عم اقول لك لازم تتعلمي اصول الاكل لحتى تصيري لائقه بالمجتمعات اللي بدك تعدي فيها. على مهلك بتاكلي شوي شوي شوي. ما في شيء. حطي حطي شوي شوي وعلى مهلك. بتعلكي على مهلك بدون صوت بدون صوت. لا تخلص اللقمه بتمدي ايدك مره ثانيه على الصحن. وليد مو مطمنة. بتحبيني؟ أكثر من روحي. لكن ليش عم تحرق هاللحظة بخوفك؟ لا وليد، لا وليد، لا. قررت شركة بورتلاند استخدام حل جذري وهو جرف الطمي في حركة واحدة جريئة، لكن هذه الطريقة لم تستخدم من قبل على هذا النطاق. لذا فقد ذهب جوردون جرام في مهمة ليرى إن كانت الخطط ستنجح. ألو؟ لحظة لحظة خليك معي. أي أنا سعيد. تفضل عم، الرقم صح اسمه سعيد. ألو؟ إيه بابا؟ لا لا طلعت اليوم. إيه بابا كانوا قايلين لنا بعد بكرة، ما بعرف شو صار. المهم كيفك أنت بابا؟ بابا ما بعرف الشارع، ما بعرف شو اسمه الشارع اللي أنا فيه. لحظة لحظة لأسأل. لا بتبكي، يعني شو صار؟ على فكرة كنت كتير ظريفة. وليد انت شو عملت؟ لا إذا بتريدي، انت كنتي معي برياضاتك وتفاعلتي كمان. لأني بحبك، لأني من طول عمري بحلم فيك، بس كنت كل شي متخيلته يصير بيناتنا هو ضمي وبس. ما بعرف كيف ضعفت قدامك وساكلهات. ايه طولي بالك، هلأ ما فينا نرجع الزمن لورا. وليد بعد اللي صار ما لازم نضل علاقتنا هيك. انت بتعرف اهلي والله بيذبحوني، بس زيارة اهل بعدها بنطلع ونتعرف على بعض مثل ما بدك. ترجاك وليد ريحني. طبعا طبعا حبيبتي، يلا قومي ننزل قبل ما تتأخري اكثر من هيك. يلا يلا. مرحبا ابو سعود. اهلين سمير، والله هلا كنت بدي اتصل فيك. خير شو في؟ والله يا سمير هلا اتصل فيني بابا وافرجوا عنه، هلا رايح جيبه اليوم. مو على اساس بده يومين؟ هيك صار بدك ما تواخذني، يعني ما عاد فيني استقبلكم. لا ابو سعود ولا يهمك، صراحة ما بعرف شو بدي اعمل، منظري كثير بشع طلع قدام ناديه. معلش السمره ما تواخذني، يعني هلا بابا اهم شيء، القصه مو بايدي وحياتك. خلص بعوض لك اياها مره ثانيه، انت سلم لي عليها واعتذر منها، وانا اكيد ما طلع خجلان. ولا يهمك ولا يهمك، الحمد لله على سلامته. الله يسلمك، يلا باي باي. هاي يا حلو. وين ابوك؟ مع مين عم تحكي؟ كنت عم بحكي مع سعيد، قال ابوه طلع من السجن اليوم وكثير اعتذر. ايه ما في مشكله. كيف؟ إذا حطيتي أي شغلة براسك واشتغلتي عليها أكيد بتوصلي لها. بس أنا ما بعرف أعمل شيء. أحسن. ليه؟ لأنه بيكون مخك نظيف وكتير شغلات ممكن تعلميها وتوصل. عن جد؟ بس لحالك أكيد صعب، يعني بدك حدا أكبر منك يساعدك ويوجهك لحتى توصلي اللي بدك إياه. وجوزي رح يخليني؟ بدرية اسمعيني منيح،
جوزك وعمك وكل عيلتك هنن ضدك، وما حدا بيتمنى لك الخير ولا حدا بده يساعدك. يعني انت فكرك انه جوزك مو دريان بحركات عمك؟ لا حبيبتي عرفان. مو معقول عماد، مو هيك حبيبتي؟ معقول عماد عرفان وساكت، بتعرفي ليش؟ لانه عمك عم بيناوله. الفقر يا بدري بيخلي الواحد يبيع مرته واولاده بس مشان يعيش. ما عم صدق. اوعك تثقي فيه، لا فيه ولا بغيره. الرجال حبيبتي كلهم جنس عاطل، واذا ما كنتي قويه وقد حالك اي والله بياكلوكي وبزتوكي زت. مو معقول، مو كلهم هيك. مو كلهم؟ ليش مين شفتي غير هيك حبيبتي؟ العالم اللي قاعده وزعلانه عليهم، انت كلك مو فرقانه معاهم. بتعرفي شو هامهم؟ هامهم كيف يستفيدوا منك ويستغلوكي. شو صار مع خليل؟ جاي يارش بحالة الكرسحين. قلعته؟ ليش قلعه؟ طيب كيف بدك تشتري منه البناية وهي رح توقع بأي لحظة؟ اشتري لا، بس رياض. ايه رياض؟ لك حرام، ما بكفي موضوع الأرض. قال إذا شفت الأعمى طبه مالك أكرم من رب. إيه؟ يا الصفيل، هو قاتل حاله لحتى يشاركه. شو بنعمل له؟ بدي اخده تبني له على عينك. قديش حقه؟ ولو معقول ناخذ من الحلوين حقه نحن؟ كرتي جواته، يا ريت نسمع صوتك. حفظت صاحبه. تسلمي. باي. برافو عليكي، ما اشبك شيء. عجبتك يعني؟ ماشي الحال. الو، شو هالرضا كله؟ خالي شخصيا؟ طيب مسافة الطريق. سلام. برافو. بس بدي اياكي تفهمي منيح، هاي المسرحية مو كلها مش عم قطع في الاكسسوار هاي. عم تعطيني اياها. هاي ترمية، بدي اياكي تفهمي منيح. أنا ما عم علمك تكوني حلمية. كنت ما تعبت حالي، رميتك بالشارع 3 شهور ورجعت جبتك وأنتي مستعدة تسرقي أبوكي. ركزي منيح، أي طلب بطلبه منك بتنفذيه بدون ما تفكري بقيمته. مثل قطعة هي الإكسسوار قديشها براقة، بس ما بدي إياكي تكوني فكرتي إنك تلبسيها لأنها مو لإلك. عم تفهمي علي؟ نص نص، بس يلي بفهمه إنه بدي صير مثلك. يلا خلينا نمشي. شو؟ مظبوطين سيد بلال؟ الله يسامحك استاذه هند، انت بتضلي معلمتنا بس انا ياما مقروص. دخليك قديش بعك على الارض استاذ رياض؟ انت شو دخلك؟ مو اخذت حقك؟ خلص يلا اتكل. بامرك استاذه، بدك شيء غيره؟ سلامة قلبك. يلا باي. اشربي شي لبين ما ارجع. بس انا ما معي مصاري. راجعه انا بحاصل بسرعه.
شبك مقرب؟ يعني شوي هيك سالتي قوية كتير جرع صوتي. أخي حسن فهمني، أنت عم تناقشني وتحاول تقنعني بس مشان ناخد ونعطي مع بعضنا، ولا في شي بنفسك بدك شجعك عليه؟ والله الاثنين سوا، في شي بنفسي وبدي مين يشجعني عليه. ايه اللي من الاول نشفت اللي ري، صار لك ساعة عم تقر وتحكي. هات لشوف شو صاير معك، شو المستجد يعني؟ لك اول ما فوت على البيت حسب لك مليون عفريت لطب وشي. اخي ماني مبسوط، ماني مبسوط. اختك ام عبدو الله يذكرها بالخير كل همها بيتها وولادها، وانا صفيان بالبيت تحصيل حاصل، وهي اللي ساعدها كمان صحتها صارت على قدها يعني صفت. شو بدي احكي الواحد؟ ها شو الحكي؟ يعني اخذت المخلوقه لحم بدك ترميها عظم؟ شي 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 شي، ليش انا قلت لك بدي طلق يا رجل؟ اعوذ بالله، انا ما بسوي هيك، وبعرف ان ابغض الحلال عند الله الطلاق، اعوذ بالله. انا بس يعني بدي اتجوز عليها، حقي ولا مو حقي؟ بعرفك بتخاف الله، بس كمان كلمه ضره قليله على المراه، وخاصه انه حرمتك ست مقدره وصاحبه بيت. الحرب النظارات هي. هات لشوف شو بتقول لما بفوت على اوضه النوم وبتلاقي كيس مليان ادويه، شي حب ضغط، شي حب قلب، شي حب سكري، شو بدك تقولها؟ ما بده ينعم على قلبك؟ لك انا عم بينعم على قلبي وبنام اصطيح، لك اصطيح عم نام، لك صار لي فتره عم نام اصطيح، واخرتها اف. لك المخلوقه فنت عمرها ببيتك كرمالك وكرمال اولادك. وانا شو ابو علاء؟ شو عيش بقيه عمري متجوز وماني متجوز؟ ايه انت خلاص مفكر ومقرر وخالص، يعني قد ما حكيت معك ما رح تقتنع معي. وهي احلى كاسه من بيت العيون تالا. شو شايفه اخذتيها؟ ماني حابه خجلك. شو رايك سجل لك برج سكني باسمك واخلص منك فرد مره؟ يا ريت، بس بشرط. شو هو؟ ما بتنازل عنه لحدا. لك انا خالك يخرب بيت قلبك. اذا هيك احرجتني. تشيرز. ليش هيك عم تطلع فيني؟ مبسوط فيكي. صحيح اتصلت بسعيد طمن شو صار له؟ تكرم عيونك هلا بتصل فيك. اهلين سمير. ابو سعود شلونك؟ الله يسلمك. لا والله ما كملت معي. خير شبك شو صاير؟ رحت على العنوان اللي اعطاني اياه ما لقيته، دورت عليه بالمكان، انتظرته شي ساعه ما اجا، ماني عارفه شو بدي اساوي. طيب هو ما معه رقمه؟ طبعا معه رقمي، لكن كيف اتصل فيني؟ خير ان شاء الله. خلص روي ابو سعود، يعني الا ما تلاقي وين بده يروح؟ تعالوا اشربوا قهوه عندي اذا بدكم. ايه بيصير، بس خليني اسال نادي اول معلي. طيب ماشي ماشي خلص. اوكي باي ابو سعود، باي روي، باي. شوفي كيفك؟ أهلين. شو الأخبار؟ ولا شيء، بس صرت شربانة 3 كاسات عصير. صحة ونعم. بس قضيتها فاتت طالعة على الحمام. صحتين. كل وحدة على طعم الشكل. خلصنا بقى.
شاء الله بيرجع وبتطمن عليه. طول بالك. رواق وسعوم، يعني بجوز يكون راح لعند شي حدا من قرايبينه. على حد علمي ما في عنا قرايبين. معه حقيقة لأعلى، بيضلوا أبوه. أنا مشكلتي إني ما عم بعرف حدد مشاعري تجاهه. لما بفكر كيف كان قاعد بالسجن وبردان وجوعان بزعل عليه كثير، بتضايق بنقهر. ولما بفكر كيف هو السبب بخراب عيلتنا وبيضيعنا عن بعض بكره وبتضايق منه. ما عم بعرف شو بدي ساوي. أبو سعود ما تزعل مني، بس أنا شايف إنك أنت عملت واجبك وزيادة معه لما كان بالسجن، وليكو طلع وشكله هو ما بده يحاكيك، فخلص اتركه يروح بحال سبيله. أنا برأيي إنه أنت تصرفت بأخلاق وضمير من الأول، كفي للآخر، بغض النظر هو شو، أنت اعمل يلي عليك، ربنا شايفك. بس أنا ما بدي أتدخل، بس هاد رأيي. شو صار لك؟ اليوم الصبح كان رأيك غير هيك. مزبوط، بس هلأ لما شفته متلبك ومتضايق لهالدرجة ما عرف. معك حق، بضل أبي ورح ضل دور عليه لحتى أجيبه وعيشه معي هون. ضيافة عربية؟ إيه أكيد، حضرتكم أول مرة بتشرفونا، تفضل. اختاروا جربوا معنا. سوشي. الحقيقة الأكلات البحرية عنا فيليه سمك بس. اثنين فيليه واثنين شيش وجبة سكالوب مقبلات سلطات شرقية اثنين تبولة سلطة بقلة مع توم وزيت وحمص وبدنا مسبحة. كل هدول بدنا ناكلهم؟ ولا تنسى البطاطا المقلية تكون سخنة ومقرمشة لأنه سوزي كتير بتحب تاكل بطاطا مقلية. تكرم عينك، رح تلاقي كل شيء على رسول. فكر حاله حاتم الطاقي وعازمنا على بيته. تعالى، بس أنا ما رح أحسن أكل شيء من كتر ما شربت عصير، حاسة حالي منفوخة. ما رح تحسني قطعتي ولا متعاطفة مع الشاب؟ أنو شاب؟ الشاب المنفخ اللي كان واقف هون، عم تهبليها؟ بس مو مبين عليه منفخ، مبين عليه كتير حضان. لا، منفخ وشايف حاله، فهمتي؟ شكلك ارتحتي لهدى؟ ايه حبابي كتير كتير، انت رفقات مو؟ ايه رفقات، وعن شو حكيتوا؟ حكينا عن كتير شغلات، عن اهلي وعن عماد وعن حالي وعن شو بدي يصير بالمستقبل. مستقبل؟ ايه، حتى قالت لي بتساعدني لحتى اخذ بكالوريا او بتعلم شي صنعة، يعني انا ما بحب الدراسة، بحب الشعر والمكياج كتير. حلو، هلا بس هتخلصي اكلي بخليك تحكي مع عماد. لا لا ما بدي احكي، بعدين. اوف، بعدين بعدين. يلا مشكورة بس عمي. أهلا وسهلا. ألو، إيه ربا أنت وينك؟ فيك شيء؟ تعبانة شوي، حابة أحكي معك. طيب أنت وينك هلأ؟ أنا هلأ بالبيت، حاسة حالي مخنوقة. ممكن تجي؟ أكيد بقدر أجي، بس أحكي لي شبك، في شيء شغلتي لي بالي؟ عارف بس تعبانة شوي. خليكي مكانك، جاي لعندك فورا. ماشي، باي. خلينا نمشي بسرعة. تفضلي. باي سعيد. أهلا سعيد، شكرا كثير. ولا هو أهلا وسهلا فيك. باي باي. نور. باي، الله معكم، مع السلامة. اهلا. ما طلبنا، ما طلبنا الحساب. ولو ده مزين، هي ضيافة المحل. تفضلي. سوري. شكرا. ان شاء الله صحتين وانا. عقلتي. شفتي؟ هاي هي الضيافة اللي بعتها المحل. طمنوني، ان شاء الله عجبكم الاكل. ايه، يبدو طباخكم فنان. شكرا. انا لطباخكم ما لجرسونكم، لانه الجرسين عندكم يبدو فلاصين. كمان شكرا، بالحالتين شملني المدح. اوف، ليه
حضرتك الطباخ؟ اي نعم، انا الطباخ والجرسون، ولما بيغيبوا الشباب انا اللي بجلي. خلصوا مواهبك؟ لا، انا كمان صاحب المحل. ما قلت لكم جرسينكم فنانسين؟ مالك مصدقة؟ طيب لحظة، لؤي؟ نعم. لؤي أنا مين بكون؟ أنت سيد سليمان الدروبي المحترم. لا لا مو هيك، أنا مين بكون؟ يعني شو بشتغل هون؟ مثلك مثلنا. صحصح معي شوي، مين صاحب المحل؟ آه إيه فهمت عليك، أنت معلم، أنت صاحب المحل. إيه صح النوم، يلا روح. سليمان الدروبي، شرفتوا محلنا الصغير. تعال. أهلا وسهلا. وأنا فا قصدي سوزي. شرفنا. حضرتكم من هون؟ قصدي من هاي المنطقة؟ شو بتفرق معك؟ لا ولا شيء، قلنا بنكسبكم زباين جداد للمحل. إن شاء الله. ممكن جبنا الحساب؟ لا ولو، أنا من الأول قلت لكم ضيافة وما بترشح. مو أنا ما بحب الضيافة. بس أنا مصر. فيكم تمشوا ضميركم مرتاح بعد ما عرفتوا إنه أنا صاحب المحل. يعني ما رح تنخسر الفاتورة من حسابي. أوكي. نحن أبدأ. يلا خلينا نمشي. أهلا وسهلا. بدك كيف تمان بيتي؟ جيرانك قلبهم حنون يدلون على بيتك لأنه نحسوا بمشاعري. اشتقت لك. اشتقت لي؟ ومن وين لوين لحتى تشتاق لي؟ والله اللي بسمعك بيقول بنعرف بعض من زمان وعم نشتاق لبعض. انت ليش هيك بتضلك قاسي وعم تسكري الابواب وشي؟ روقي شوي، اعطيني فرصه. والله اذا بتفكري فيها بتلاقي حالك عم تظلميني. ببقى افكر فيها بس مو هلا، ولو سمحت روح لانه جايين ضيوف وما بدي اياهم يشوفوك عندي. بروح اذا وعدتيني نطلع مشوار سوا او تقبلي عزيمتي على العشاء. خلص روح. بترجاكي مره واحده. رقمك مو معي؟ خلص برجع بحكيك. اوكي باي. منين طلع لي هاد؟ والله لو بيعرف حاتم كان جن جنانه علي. وجهك اصفر وما له عاجبني ابدا. تعبانه شوي، ما في شيء. لا تقلي لي ما في شيء، في شيء، وبدك تروحي تنامي عندي اليوم ماشي؟ ما اطيب هيك. اضرب الحب شو بيزل؟ رايح اخبر امك انه حتنامي عندي. ابصر وين صارت ويداد. انتو شو بدكم بهالقصة؟ شو بدنا بهالقصة؟ بدنا نعرف وين راحت، شو فصم الحداء؟ وليه؟ انتوا ليش كثير شاغلين بالكم بهالموضوع؟ ما في شيء والله سلامتك، اشتقنا لها بدنا نعرف وين راحت، بتعرفي وين راحت؟ شوفي انت وياها وياها، إذا مرة ثانية بسمعكم عم تحكوا بهالقصة لحتى أعملكم مشكلة مع الست دلال إلى أول ما إلى آخر، فهمتوا؟ شبهها عصبة، شو حكينا معها؟ فاضيتيلي شوي. شوفي وداد، سمعت البنات كثير عم يحكوا عنها، يعني عن قصه هربها وكيف صارت وهيك. هذا الموضوع كثير عم بلبله بيناتهم، ممكن ما كان لازم نحكي قدامهم هيك. عن جد شو كان لازم نقول؟ انه لقيتوا البنت ميته واخذتوها دفنتوها، هيك بنوقف البلبله؟ لا لا مو هيك قصدي، بس يعني لو كان اجى الطبيب الشرعي كان بين معه انه المخلوقه تزحلقت وماتت لحالها ونحن ما دخلنا بهي القصه. اي مزبوط، احنا ما دخلنا. انتي تحديدا ما دخلك. ليش انتي شو عملتي؟ انتي ما تسرعتي ابدا. كل شيء ساويتي انك لقيتي البنت ميته بالحمام، اخذتيها دفنتيها رجعتي لهون حرقتي ثيابها وهي هي، ولا من شاف ولا من دري. وانا طبعا اكيد ما رح افتح تمي بحرف ولا رح احكي شيء. لا حبيبتي، قصه هربا اصبط. اي مزبوط، لا هيك اصبط، هيك اصبط، لا من شاف ولا من دري. يلا بالاذن.
تحاسب حالك فيه لحالك عن جرائمك، يا ترى رصاصة رح تكون عن شو ولا عن شو؟ أصلاً لو لا كنت مطلق أجير عند العالم. ولك ما فشرتي يا كلبة؟ وصلوا لهم يعني رح يوصلوني، يعني رح أموت مثلي مثلهم. لما بدك تلعبي مع حاتي لازم تلعبي اللعبة للأخير، لأنه هون اللعبة يا روحي يا روح. الجمعية انعملت مشان نجيب هدول البنات نعلمهم ونخليهم يشتغلوا مثل ما نحن بدنا. طبيب، سرقة، غش، قتل. شو بتورثوا اولادك املاكي وانا عايشة؟ شو بتحملوا مسدساتك؟ شو بدك تعمل فيهم لسا؟ ولك انت مين الحشرة عندي ولاد؟ بس انا بحبك الك. لك دلال انا بحبك، لك انا بموت عليك. انا حامل منك. بنت واحد وبنت واحدة وبس. لا بلا، في ابنك من لحمك ودمك، لو قد ما حاولت تنكر. بيتي، مرتي، ولادي خط احمر، واللي بقرب عليهم بفرموا فرم. ليكون فكر حالك ملك وقوي، فينا نشتري اي واحد مثل ما اشتريناك ونرميه.